بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي بشركة آفاق التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ علاء عيسى، معلم اللغة العربية بشركة آفاق التعليمية. أسعد بكم وألتقيكم اليوم مع باقي حل تدريبات درس أبو الكيمياء جابر بن حيان. سنستكمل اليوم حل تدريبات. نبدأ الآن. التراكيب اللغوية. التراكيب اللغوية: أولا، أستخرج من النص. 1. أربع كلمات تبدأ بهمزة وصل. نريد الآن أن نستخرج من الدرس أربع كلمات تبدأ بهمزة وصل. نعلم أن همزة الوصل عبارة عن ألف، لا يوضع فوقها همزة ولا يوضع تحتها همزة، تنطق في أول الكلام وتسقط في وسط الكلام، أي لا ننطقها عندما تكون في وسط الكلام. الإجابة: استحضر، اخترع، استغرق، ابتكرها. أحسنتم. نلاحظ هنا أن كل كلمة من هذه الكلمات بدأت بهمزة وصل. بدأت بهمزة وصل. رقم 2، أربع كلمات تبدأ بهمزة قطع عكس همزة الوصل. هنا تكون الألف فوقها همزة أو تحتها همزة، وهذه الهمزة تسمى همزة قطع، فهي تنطق دائما سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها. الإجابة: أنواع، إذ، إلى، إجراء. رقم 3، أربع كلمات تنتهي بتاء مربوطة. الإجابة: تلبية، صناعة، المزخرفة، خاصة. رقم 4، أربع كلمات تنتهي بها. نستخرج من الدرس أربع كلمات تنتهي بها. الإجابة: تمحوه، ضيوفه، أستاذه، منه. كل هذه الكلمات ختمت بها. 5، أربع كلمات منونة تنوين كسر. نعلم أن التنوين دائما يكون في نهاية الكلمة، لا يأتي التنوين في وسط الكلمة ولا في أولها، وإنما يكون في نهاية الكلمة، الحرف الأخير من الكلمة هو الذي يوضع عليه التنوين. هنا نريد تنوين كسر، أربع كلمات منونة تنوين كسر. الإجابة: خاصة، جميل، غلاف، مزدان. أحسنتم، بارك الله فيكم. ولا ننسى وضع التنوين تحت الحرف الأخير. 6، أربع كلمات منونة تنوين ضم. الإجابة: عبقري، أحد، عدد، كبير. 7، أربع كلمات منونة تنوين فتح. الإجابة: بريقا، لمعانا، ثباتا، حقا. 8، أربع كلمات آخرها حرف مضعف. والحرف المضعف هو الحرف المشدد، هو الحرف المشدد. نريد الآن أن نأتي بأربع كلمات آخرها حرف مضعف. هنا فيه شرط لابد أن ننتبه جيدا، هو يريد الحرف المضعف أن يكون الحرف الأخير من الكلمة، فلا تأتي مثلا بكلمة في وسطها حرف مشدد. نريد أن نأتي بأربع كلمات آخرها حرف مضعف. الإجابة: ثم، لعل، كأن،
أن، وكلها كلمات موجودة بالدرس. ننتقل إلى التدريب التالي. ثانيا، أكمل حسب المطلوب. ألف، أكمل الجمل الآتية بكلمات تحوي الشمسية أو القمرية. إذن هنا لابد أن ننتبه أن الكلمة التي سآتي بها لابد أن تحوي الشمسية أو القمرية. الجملة الأولى، اخترع جابر بن حيان نوعا من فراغ لا تؤثر فيه فراغ. اخترع جابر بن حيان نوعا من ماذا؟ أحسنتم، من الورق. لا تؤثر فيه ماذا؟ النار. أحسنتم، جابر بن حيان أول من صنع فراغ، التي تعزل فراغ عن فراغ. ننتبه أن الكلمة التي سنأتي بها لابد أن تحوي الشمسية أو القمرية. جابر بن حيان أول من صنع المواد التي تعزل، أحسنتم، البلل عن الثياب. أحسنتم، بارك الله فيكم. ألف جابر بن حيان عددا من، نأتي بكلمة تحوي القمرية أو الشمسية، الكتب، عددا من الكتب. أحسنتم، عمل جابر بن حيان في تركيب فراغ وفراغ. الإجابة في تركيب العطور والأدوية. أحسنتم. ب، أكمل ما يأتي بكلمات مخطومة بألف مقصورة على نمط المثال الأول. إذن نأتي بكلمات مخطومة أي آخرها ألف مقصورة، مثل هدى. نريد أن نأتي بكلمات على هذا النمط. الإجابة على، قضى، حتى، ندى، كلها كلمات مخطومة بألف مقصورة. جيم، أكمل ما يأتي بكلمات مخطومة بياء على نمط المثال الأول. عالمي، نريد أن نأتي بكلمات مخطومة بياء على نمط هذه الكلمة. الإجابة رمادي، قضائي، وزاري، رئاسي، وكلها كلمات مخطومة بياء. د، أكمل ما يأتي بكلمات مخطومة بألف قائمة بهذا الشكل، ألف قائمة على نمط المثال الأول. مرايا، ختمت هذه الكلمة بألف قائمة. نريد أن نأتي بأربع كلمات مخطومة بألف قائمة على نمط هذه الكلمة. الإجابة رعايا، منايا، قضايا، ثنايا. ننتقل إلى التدريب التالي. ثالثا، أكتب حسب المطلوب. واحد، أكتب الجمل الآتية مضبوطة بالشكل، وهذا يسمى إملاء منسوخ. أمامي قطعة، أكتبها في الفراغ الذي تحتها مع الضبط بالشكل. هنا قال مضبوطة بالشكل، إذن أكتبها هنا ثم أضبطها بالشكل كما هي مكتوبة بالضبط، وتكون هكذا كما تراها الآن. نقرأ القطعة. أبو الكيمياء هو جابر بن حيان الكوفي، كان والده صيدليا، مارس هذه المهنة مدة طويلة، فكان عمله دافعا لشغف جابر بعلم الكيمياء. ألف جابر عددا كبيرا من الكتب
في علوم مختلفة، وله عديد من الاختراعات، فهو أول من استحضر ماء الذهب، وأول من صنع المواد التي تعزل البلل عن الثياب. رقم 2، ألاحظ الجمل الآتية ثم أكتبها في دفتري إملاء من معلمي، وهذا يسمى إملاء منظور. ننظر في القطعة التي سنكتبها ونقرأها، ثم بعد ذلك تحجب عنا وتملى غيبا. القطعة هي: عمل جابر بن حيان في تركيب العطور والأدوية وتطوير صناعة الزجاج والمصابيح والمرايا المزخرفة بالنقوش الإسلامية، كما برع في صناعة أنواع من الحبر الملون الذي لا تمحوه النار بل تزيده وضوحا وبريقا وثباتا. رقم 3، أكتب في دفتري ما يملى علي من معلمي، أو ما يملي علي معلمي، وهذا يسمى إملاء اختباري من اختيار المعلم. الآن افتح دفتر الإملاء واكتب معي الكلمات التي سأمليها لك. أنتظرك الآن أن تفتح دفتر الإملاء. اكتب من أول السطر: كان يمكث في مختبره منكبا على إجراء التجارب الدقيقة على أنواع من الأوراق إلى أن توصل إلى اختراع الورق المقاوم للنار نقطة. انتهينا الآن من الإملاء الاختباري. رابعا، استخدم بمحاكاة المثال الأول أكمل الفراغ. اعترف بفضله علماء الشرق والغرب، فلعل جيل اليوم يعترفون بفضله. هذا هو المثال الأول الذي سأحاكيه. اعترف بفضله علماء الشرق والغرب، فلعل جيل اليوم يعترفون بفضله. إذن الشطر الثاني مرتبط بالشطر الأول. اعترف بفضله علماء الشرق والغرب، فلعل
إذن لابد أن يكون الشطر الثاني من الكلام مطابقا ومناسبا للشطر الأول. فلعل جيل اليوم يعترفون بفضله. اخترع ابن حيان الورق المقاوم للنار. لعل الناس، نحاكي المثال الأول. الإجابة أحسنتم، لعل الناس يحذون حذوه. غلف ابن حيان الكتاب بغلاف جميل. لعل فراغ يعجب به، لعل بعضهم يعجب به. صرخ الحاضرون مستنكرين. لعل، الإجابة لعل أحدا ينقذه من النار. خامسا، أحول. أبدأ الجملة بالعالم وأعيد كتابتها. إذن المطلوب هنا أن نبدأ الجملة بالعلم. الجملة موجود بها علم لكنه ليس في أول الجملة، المطلوب أن نبدأ بالعلم في أول الجملة كما هو مذكور هنا. أبدأ الجملة بالعلم وأعيد كتابتها. اخترع جابر بن حيان الورق المقاوم للنار. أين العلم هنا؟ أحسنتم، جابر بن حيان هذا هو العلم. المطلوب الآن أن نبدأ به الجملة ونعيد كتابتها، فنقول جابر بن حيان اخترع الورق المقاوم للنار. جابر بن حيان اخترع الورق المقاوم للنار. الجملة التالية، من علماء الكيمياء أبو عبد الله جابر بن حيان. أين العلم هنا؟ أبو عبد الله جابر بن حيان نبدأ به الجملة، فنقول أبو عبد الله جابر بن حيان من علماء الكيمياء. رقم اثنين، أحول الكلمة الملونة إلى علم ثم أعيد كتابة الجملة. إذن المطلوب هنا تحويل الكلمة الملونة إلى علم. الجملة الأولى، يقدر التلميذ علماء المسلمين. أين الكلمة الملونة؟ التلميذ، نريد أن نحولها إلى علم أي إلى اسم شخص. التلميذ كلمة مذكرة فلا بد أن نراعي أن نأتي بالاسم مذكرا، أن نأتي بالعلم مذكرا. يقدر التلميذ علماء المسلمين. الإجابة يقدر محمد علماء المسلمين. الجملة التالية، تفتخر التلميذة باختراعات العلماء المسلمين. أين الكلمة الملونة؟ التلميذة مذكرة أم مؤنثة؟ مؤنثة. إذن لابد أن نراعي أن العلم الذي سنأتي به لابد أن يكون مؤنثا وليس مذكرا. ستكون الإجابة، تفتخر أسماء باختراعات العلماء المسلمين. الخط، أرسم بخطي الجميل. أقرأ الآية الكريمة ثم أرسمها بخط النسخ مبتدئا من السطر الأخير. إذن أبدأ من السطر الأخير، أقوم بالمرور بالقلم على الآية لإيضاحها إلى أن أنتهي من السطر الثالث من الأسفل، ثم بعد ذلك أقوم بكتابتها هنا على السطر الذهبي، هنا وهنا وهنا، مع مراعاة التنسيق. نلاحظ هنا أن الآية بدأت هنا من الكتابة، بدأت في الكتابة هنا، فلا أكتبها من بداية السطر وإنما أكتبها هنا بنفس التنسيق حتى يكون شكل الكتابة جميلا. قال الله تعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية نريد أن نكتبها بخط النسخ كما قلنا وبالطريقة التي ذكرناها،
ستكون بهذا الشكل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. التعبير، وهو السؤال الأخير في تدريبات هذا الدرس، أعبر: أكمل كتابة رسالة شكر إلى العالم الجليل جابر بن حيان. هنا المطلوب كتابة رسالة شكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى العالم الجليل، من هو؟ قال إلى العالم الجليل جابر بن حيان. إذن أكتب هنا جابر بن حيان: لقد أضفت للعلم كثيرا من الإنجازات التي، فراغ، بعد ذلك ولقد أخذ عنك علماء، فراغ وفراغ، فأنت بذلك تستحق أن توصف بأنك، فراغ، فشكرا لك. هنا لقد أضفت للعلم كثيرا من الإنجازات التي خدمت البشرية ويسرت حياتهم، مثل الورق المقاوم للنار والمواد العازلة للبلل، ولقد أخذ عنك علماء الشرق والغرب، فأنت بذلك تستحق أن توصف بأنك أبو الكيمياء، فشكرا لك. المرسل هنا كل طالب منكم يكتب اسمه. الرسالة منك إلى هذا العالم الجليل، تقديرا لعلمه وفخرا به، لأنه عالم عربي مسلم تفخر الدنيا به، فنحن أولى أن نفخر به. المرسل هنا أكتب اسمي وأنت ستكتب اسمك. التاريخ، تكتب التاريخ. هنا نكون قد انتهينا من حل تدريبات درس أبو الكيمياء جابر بن حيان. وفي نهاية هذا الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.